قصة في الكتب مذكورة، اقراها. قلت يا حج افهميني، اللي انكتب بنشطب واللي انحكى قاعد بنحمحة، نفسي اخليها في القلب محفورة. إيمانا من الشعب الفلسطيني بمقولة ما ضاع حق وراءه مطالب، وتحت شعار الوحدة طريق العودة، نظمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات فعالية لإحياء الذكرى 75 للنكبة، مؤكدين على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه حتى العودة وتقرير المصير. اليوم يقول شعبنا في كل أماكن تواجده، في الشتات وفي الداخل، أن شعبنا مصر على العودة وتقرير المصير وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة. نقول اليوم بصوت واحد، وهذا العام كان مميزاً بإحياء الأمم المتحدة في قاعات الجمعية العامة لفعاليات ذكرى النقبة، ونعتبر ذلك إقراراً من العالم بشرعية حقنا الفلسطيني التي ثبتته المواثيق الدولية. وفي ذات السياق، أحيت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا ذكرى النكبة، مؤكدين على تمسك شعبنا الفلسطيني بأرضه، ومشددين على دور القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194 الذي يقضي بالعودة والتعويض للاجئين. في هذا اليوم يؤكد الشعب الفلسطيني دحض الرواية الإسرائيلية أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ها هو الشعب الفلسطيني اليوم بعد 75 عام من النكبة يجسد حق العودة هنا في مخيم جباليا، وهذه الجماهير التي تأم هذا المكان اليوم تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة والتفاف شعبنا الفلسطيني في كل المخيمات وفي كل المدن وفي كل القرى حول القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وتخلل الفعالية عرض فيلم وثائقي عن فلسطين وجرائم الاحتلال وعن تمسك شعبنا بأرضه، كما تم عرض فقرات من الدبكة الشعبية. من غزة، أماني كساب، تلفزيون فلسطين.